السلام عليكم الدراري، رجعنا الاولد ستايل عاوتاني، وكاع الفيديوهات اللي كنت درت في فيس كام وداك الشيء حيدتهم سبريميتهم. علاش؟ حيت قررت انني غندير داك الكونتوني في الشين ديالي الثانيه. وباش ما تنساش، بغيتك دابا دير بوز وتبقى تابونا في الشين ديالي الثانيه. غادي نخلي لكم ليا في الديسكريبسيون وفي اول كومونتير، تابونا تما وفعل زر الجرس. Harmanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Mühim seyidati ve sedati, tahta talabikum, qfil, sıfqo, sıfqo. فهمتش دابا هذا واش تيك توك ولا رياكشن؟ وشنو العلاقه ديال الحركات اللي كديري بالاغنيه وبالفيديو؟ والواعره ما حافظه حتى الكلمات. مالك اخويا القفل؟ واش ضرك راسك؟ شي دوري بران اخويا القفل. نضحك ونلعب. انت قد هكا ومازال كتلعبي؟ راه الموسطاش اللي عندك ما عنديش انا، وقالت لك نلعب مع كاع الحباب ومع كاع الصحاب، ولكن على بالي كل حبيب شكون الديب كريس لكم الديب. ديك خالتك المسمومة اللي قربات دير 50 عام وباقا بلا زواج، وغالبا كتكون سميتها كريمة. بولي تشوريا ربك شو هذا؟ ما تديوش عليها ضربات ضو مسكينة. بولي كاندنا هاي ما هو قيا. هذا شاروخان كنت زاد في سيدي قاسم. زين والعقل كل شيء كاين. علاش اخويا كتكذب؟ علاش اخويا كتكذب؟ مالك على هاد النفاق هذا كامل؟ الفرنسي الفرنسي الفرنسي، اشنو دارت لكم هاد اللغه باش تعداو عليها بهاد الوحشيه كامله؟ الدماغ ديالك يسيبورتي ثلاثة ديال الحوايج، دارجة واللغة ديال البطاريق بما انها عايشة معاهم، والمود باس ديالها في التيك توك. إلا فتي لها ثلاثة ديال الحوايج كتبلوكا. لو فرونسي مانج لو شوكولا افيك لو باتون. أنا ما عندي مشكل مع حتى شي واحد. وحتى حنا ما عندنا مشكل مع حتى شي واحد. الناس اللي عندها مشكل معايا خويا القفل. واعر واعر بابلو اسكوبار ديال بني ملال. هو الا حطيت شي اغنيه على بالو راني كان كلاشي، ما كنفكرش فيك اصلا باش نقصد هذيك. غير هذا راه بحد ذاته راه كلاش. شي فيت اخويا القفل اي كي اي سي بوشايب. هذه وحده. ثاني حاجه على مازال كاينه ثاني حاجه، واش حنا ما عندنا ما يدار غنبقاو ثاني حاجه ثالث حاجه ما غنساليوش اليوم واقيله. هذه حياتي وانا حره فيها. ثالث حاجه خلعتينا اخويا القفله بشويه لك. اللي جات قدو يلبسها واللي ما جاتش قدو يخليها حتى العام الجاي ويلبسها. اولي يا اختي، اولي يا اختي، هادي مالها؟ اولي يا اختي، على باش كتغسلي شعرك يا اختي؟ هذا بعدا شعرك يهضروا عليه الناس يا اختي. اولي يا اختي، كنغسل شامبان ديال 10 دراهم يا اختي، والا ما لقيتش شامبان 10 دراهم يا اختي كنعمل له صابونات الحجره يا اختي، والا ما لقيتش صابونات الحجره يا اختي كنعمل له فيري تاع المعاني يا اختي. غسلي حتى بالمقاطع اخويا ولا اختي، ولا ما بقينا عارفين حتى شنو نقولوا لك. حولي ويا صحابي لا طولت عليكم، راني باغي نخوي قلبي ونعاود ليكم. سمحولي ويا ما فهمتش فين باغا تدخلي مازال. وسبحان الله بقوة الجمال والنور اللي كاين في هذا الفيديو هذا، ما قدرش القلب ديالي يتحمل. شكون اخويا اللي قال لك ما كنحبش الناس الجزائر وما كنحبش الجزائر وكندير الغنى الجزائر؟ ندير لي انا حبيته وكان موت على الجزائر والناس الجزائر. وبزاف ديال الناس كيقول لك هذه جزائريه ماشي مغربيه، وهي في الحقيقه مغربيه، وحنا مستعدين نعطيوها لكم هي وهاد خونا هذا. وعطيونا فيهم غير كاس وبانيو ولا عرفتي شنو؟ شنو؟ ما تعطيونا فيهم والو، خذوهم. اجي نقول لك واحد الحاجه، اسمعني مزيان، الا مشيتي بحالك غنعتبرك شنطه وغيرتها. والا ما مشيتش بحالي؟ حيت الشنطه اللي مشيت بها المناسبه هذا العام ما يمكنليش نمشي بها العام الجاي. نفس الناس اللي شافوني بها العام اللي فات غيشوفوني بها هذا العام هذا. سمعتيني؟ ما يحسبلكش راسك راك شي حاجه، انت راك ولا شيء قدامي. ويلي يا خويا القفل، شكون يبان قدامك؟ انت راك اسطوره في الكلاخ والاعتداء على اللغات الاجنبيه. كيفاش اختي ما كتحشميش وما حافظاش الاغنيه؟ راك انت اللي ما حافظاش راسك.
سمعتيني؟ راك انت اللي ما حافظاش راسك، وانا الاغنيه اللي ما كنتش حافظها وما كنتش عارفاها راه ما كنحطهاش. اغا فهمتوها غلط، هي عندها المشكله غير مع الفرنسي، وهاد المشكله كيعانيو منها 99.9% ديال المغاربه. هاد الاغنيه خاصك تحفظها اول حاجه، تحس بها ثاني حاجه. الاغنيه الساطر خاصك تحس بها، الاغنيه راه احساس، احساس راجل دنيا. عاد تعطيها الناس تسمعها، الغبيه الجبانه، الهضره ديال المسلسلات التركيه الحقيره. وقابليني انا، سمعتيني؟ سير ديها في راسك وسير قضي شي حاجه اللي تليق ليك. ما انا راه ملي كنكون هنا راه كنكون ساليت شغالي وساليت واشنو عندي، وقعدي قابليني خليني نبرخصها في الهضره قدام الناس. دخلي سوق قفل ما مربيش الاصدقاء. بصحيح ما كاين اتراكسيون بروشين اخويا قفل، عرفتي ويتزايدوا معاه في الهضره هذوك اللي مخدمينها ترف فيهم شي واحد تيرعب. سادات لي مزوج في هاد البرد عايش عيشه سلام، واللي بحالي غير يلبد يصبر ويقول باقي الحال. سادات لي مزوج في هاد البرد عايش عيشه سلام، واللي بحالي غير يلبد يصبر ويقول باقي الحال. باقي الحال باقي الحال باقي الحال. خويا القفل طلع ما سهلش، باغي يتزوج وجا البرد. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا لك طبيعيه وما كديرش الماكياج، يا سيدي انا متفق معكم راه ما كديرش الماكياج، هذه راه كدير لوندوي، كدير الصباغه ديال الحيوطه وكتزيد عليها الفلتر من الفوق. شي دريات ماشي كلشي، نتحدى شي دريات يديروا فيديو يديروا معايا ديو. ما يديروش معاه ديو، يديروا معاه ديو، وهاد النوع هو اللي خلقه الله غير باش يسقط 3 سنين في الكاتريام. وديروا الفيديو بلا ماكياج بلا فيلتر بلا والو. وخويا القفل خدام كيمسح كيمسح في الذنوب واقيله. قبل الحقيقه نشوفوا الحقيقه. هو راه قال بلا ماكياج ماشي بلا صباغه ديال الحيوط، وغيقول لي واش الصباغه ديال الحيوط كتمسح بكلينكس. اجي 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 انت انت وانت حتى انت معاه. والله ما معايا شي وحده باغا تلصق لينا مونتي في صحه. اجي قربوا مزيان، قربتوا مزيان ما كنعجبكمش كتحملونيش. عندكم في الدار اربعه الحيوط؟ لا لا عندنا اكثر من اربعه الحيوط. ندخل اخويا في الحيط فابور، ندخل في الحيط اختي فابور. كل ما قلتيها لينا اخويا قفل كنا غنخلصوا. السلام عليكم، هذا الميساج موجه للشركه ديال تيك توك شخصيا. الرساله موجهه لتيك توك شخصيا كاع، والتيك توك يفهموا الدارجه بعدا. هذا الفيديو غتسمعي غتسمعي كيف بحال هذا الفيديو غتسمعي غتسمعي. دابا التيك توك فيها مليون الف واحد وهما مسالين يسمعوا لك غير انت بوحدك. بغينا نفهموا منكم غير حاجه واحده، علاش لي ديو كتحيدوهم ما فيهم والو؟ تيك توك راه دايرين معاك المزيان اني مخليين لك الكونت ديالك، ولكن ما تخافش اخويا القفل انا غندوي لك معاهم. تيك توك بليز دو نوت القفل از ماي برادر. صافي اخويا القفل المشكل غيتحل في اقل من 24 ساعه. المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو، ما تنساش ابونا الا كنتي باقي جديد، وتفعل زر الجرس باش يوصلك اي فيديو، وبارطاجي الفيديو باش الا بان لي سبورت راه غادي نبدا نكثر في فيديوهات من هذا الكونتوني. وما تنساوش ابونا في الشين ديالي الثانيه. عرفتي شنو شنو وجه السر.